من مزامير أبينا داود النبي: بشرت بعدلك في جماعة عظيمة، هو ذا لا أمنع شفتي، أقام على الصخرة رجلي، وسهل خطواتي. هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير، بركته علينا آمين. وكان يطوف الكرة المحيطة يعلم، ودعا الاثني عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا معهم في الطريق غير عصا فقط، ولا خبزا ولا مزودا ولا نحاسا في مناطقهم، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، وكل موضع لا يقبلكم ولا يسمع لكم فبينما أنتم خارجون منه انفضوا الغبار الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم، ستكون لسدوم وعمورة يوم الدين راحة أكثر مما لتلك المدينة. فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة، ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم، والمجد لله دائماً.